هذا وتتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 في يومه الثاني وسط إقبال كبير من الخبراء والمسؤولين العسكريين. وتؤكد فعاليات المعرض والمؤتمر والجلسات التي عقدت على هامشه تؤكد فعالية بايدك ونجاحه في حجز مساحة هامة على خريطة المعارض الإقليمية والدولية في مجال التكنولوجيا العسكرية، حيث وفر منصة لأكثر من 200 شركة عارضة عالمية لتقديم أحدث ما توصلت إليه في مجال أجهزة ومنظومات ومعدات وتقنيات الدفاع والأمن في المستويات العسكرية والدفاعية. ويعكس معرض بايدك 2019 أيضا مستوى التطور العسكري الذي حققته مملكة البحرين من خلال جهودها الدولية الرامية إلى تعزيز مستوى الأمن الإقليمي والبحري بالتعاون والمشاركة في التحالفات مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة. معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع في نسخته الثانية يؤكد من جديد على مكانة هذا المعرض الدولي والتي تميزت بنوعيتها وكمها في المشاركات التي قدمت من مختلف دول العالم. اللهم لك الحمد. طبعا في البداية نحن فخورين بهذا الترتيب المميز وهذا التكليف من سيدي جلالة الملك الله طول عمره برئاسة اللجنة العليا لتنظيم هذا المركز والمؤتمر والمعرض أيضا. فالسر أن احنا جمعنا الأفضل من جميع القطاعات، سواء كانوا دبلوماسيين، متحدثين، قادة عسكريين حاليا يعني يشغلون مناصبهم. وفي في في المؤتمر تبادلنا الكثير من الآراء، واخترنا هذه السنة موضوع التكنولوجيا والتقدم في التسليح والحرب اللي هي الغير تقليدية والحروب المستقبلية. وأيضا المعرض شاركت عندنا أكثر من 200 شركة، وهناك عندنا عدد كبير من الزوار، وأتوقع طبعا هناك أكيد كثير من الصفقات التي تمت، لكن بطابع حال المعارض العسكرية يعني ما مثل المعارض المدنية اللي يتمون يعرضون الصفقات. طبعا احنا ان شاء الله بتوجيهات سيدي جلالة الملك الله طول عمره ان احنا نتجه الى توطين هذه الصناعة، والقطاع الخاص ايضا ابدى استعداده ورغبته الجدية انه هم يستثمرون معانا في هذا القطاع اللي هو راح يفتح باب جديد للصناعة في مملكة البحرين. واحنا نريد في البداية طبعا هو شغالين على موضوع اللي هو إيجاد الآلية المناسبة والأفضل، وثم إيجاد الشريك المناسب والأفضل طبعا، لأن في البداية نحتاج شريك يساعدنا في هذا القطاع. أما في صناعات أخرى لا والله عندنا جماعة ما شاء الله مقصرين في مملكة البحرين يبتدون إن شاء الله، لكن احنا نحفز هذه القطاعات. أحدث الصناعات العسكرية الدفاعية البرية والجوية والبحرية وأجهزة التشغيل لها تتوزع هنا في أروقة هذا المعرض، وتتنافس الشركات المعنية في أسلوب عرضها والترويج لها. طبعا الإعلانات أنت تعرف في طابع الحال في المعارض العسكرية يعني تبقى محدودة جدا، ولكن من وجهة يعني نظري اللي أنا حسيت وشفت اليوم بين الوفود المشاركة وبين الرؤساء الوفود والدول اللي موجودة ورؤساء الشركات، يعني حسيت أن هناك جدية وهناك ضرورة ماسة في ان احنا اليوم نطور كثير من المنظومات انها هي تواكب التهديدات الحديثه، وكيف ان احنا مو بس نطور منظوماتنا ولكن كيف ان احنا نربط هذه المنظومات ببعضها البعض، لان احنا كلنا اساسا في خندق واحد، ويجب ان العمليات تتم موحده والمعلومه يتم تمريرها بالسرعه اللازمه، وايضا عندنا المنظومات الدقيقه اللي تكشف وتردع وأيضا تحمي وتدافع عن المنطقة. هي مش المملكة العربية السعودية التي فقط تعرضت للهجوم، هذه المنطقة كلها والعالم بأسره، لأن هذه المصلحة مصلحة للعالم بأسره وتحميها المملكة العربية السعودية، ونحن كلنا جزء من هذه التهديدات. فنحن اليوم نقول رب ضارة النافعة، وفتحت الأعين على أن أعداء هذه المنطقة اليوم أصبحت قصدهم غير طيب، وهم يهددون هذه أمن وملاحة هذه المنطقة والتأمين مصالح العالم، فيجب احنا نردع هذه العمليات. وهذا اللي حاصل حاليا، هناك تحالفات وهناك مزامع كثيرة والمطامع كثيرة في هذه المنطقة،
لكن قادتنا قادرين ولله الحمد على ردع كل من يطمع في هذه المنطقة. الصناعة العسكرية المحلية في مملكة البحرين تبدأ بمرحلة هامة في الترويج لما أبدع فيه منتسبو قوة دفاع البحرين على اختلاف أجهزتها وأسلحتها ووحداتها. يتضح لنا من نوع المعروضات اللي قدمت الشركات هذا العام هي معروضات يعني حديثة تركز على المنتجات الغير تقليدية. اليوم التهديد اللي تواجه المنطقة تهديد غير تقليدي مثل طائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية ويعني أسلحة أخرى يستخدمها العدو في المنطقة أو الميليشيات يعني اللي تهدد منطقة الخليج مثل ما حصل للسعودية ولأرامكو من ضرب أهداف يعني عن طريق طائرات مسيرة وكذلك صواريخ. فهذه يعني المعدات اللي تعرض هذه المرة هي يعني معدات لمواجهة هذا النوع من التهديد. المميزات اللي لما تكون الصناعة محلية، اولا ان هي من ناحية استراتيجية ان احنا نملك السلاح اللي او التكنولوجيا اللي احنا نقدر نصنع فيها. ثاني شيء ان توفير الكثير من المال للسعر لانه بقل عموما. هو في الحقيقة الشركات تاخذ حوالي 40% من سعر الآلية على الهندسة اللي هي الدراسة الهندسية والحسابات، هاي جزء كبير بيطيح من قيمة الآلية. مشاركة فاعلة شهدها معرض ومؤتمر البحرين للدفاع 2019 من مختلف الوفود العسكرية والشركات المصنعة والعارضة لأحدث ما توصلت له التكنولوجيا العسكرية. خطوات واثقة تجاه التصنيع العسكري تخطوها أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين برؤية حكيمة من القيادة السياسية والقيادة العسكرية لمملكة البحرين، تؤكدها المشاركات الدولية الواسعة التي كذلك أبدت إعجابها بما قدمته مملكة البحرين وقوة دفاع البحرين على وجه الخصوص في هذا الموقع تحديدا من مشاركات متميزة في مجال التصنيع العسكري للمرة الأولى في مملكة البحرين. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.